بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جاني سؤال على البوات اوتوماتيك اللي هي الجير اوتوماتيك، يعني هل ترى المحرك مربوط بالبوات اوتوماتيك او لا؟ الجير نتاعه اوتوماتيك مربوط، يعني كل المحركات تركب على اي بوات ولا لا؟ انا اعطيكم فكره، هذه مثلا المحرك هذا احنا وقت جبناه من يعني ركبناه له كان فيه بوات عاديه، كان فيه جير عادي، كان فيه علبه سرعه عاديه. بما ان هي علبه السرعه نتاعه هو اوتوماتيك، انا هذه جولف 4 بوات اوتوماتيك غير اوتوماتيك، بما ان هي كانت فيها اوتوماتيك اضطرينا طبعا ما نجموش نركبوا له العاديه، ركبنا له الاوتوماتيك على المحرك هذا. ولهذا خذوها فكره كون اي موتور ما عندوش علاقه بالبوات سواء اوتوماتيك ولا عاديه، يعني سواء جبت موتور وعندك بوات عاديه او علبه سرعه عاديه بتركبها، ولا سواء جبت موتور فيه بوات عاديه وبتركب لها اوتوماتيك تركب، والعكس صحيح، جبت موتور فيه بوات اوتوماتيك تنحيها وتركب العاديه، يعني الموتور ما عندوش علاقه بالسرعه. الموتورات يخدموهم الستاندار، يخدموهم يعني يمشوا على السيارة، على جميع انواع السيارات اللي هم صانعينهم من اجلهم. وعلبه السرعه تختلف، فما تلقاها اوتوماتيك، فما تلقاها سيمي اوتوماتيك، فما تلقاها عاديه، فما تلقاها خمسه فيتاسات، سانك فيتاس يعني خمس مرشات، فما تلقاها سته، انت والنوعيه. ولهذا علبه السرعه او البوات اوتوماتيك ما عندهاش علاقه بالموتور اللي هو سواء كان ديزل او بنزين، ما عندهاش علاقه مره واحده. ان شاء الله تنفعكم حالك هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في يعني والعلبة السرعه اوتوماتيك والمحرك عادي، هل ترى في فرق بين المحركات ولا لا، ولا شو هو الفرق بالضبط؟ بالنسبه للمحركات يعني 90% المحركات يعني اغلبيتهم اكثر حتى من 90% كلهم يخدموهم الصدار، يعني يخدموهم عادي، لا عندهم دخل بالعلبة السرعة إلا في بعض الأمور الإلكترونية فقط. فما حركات يبدو مربوط في أمور إلكترونية، أما في علبة السرعة بالذات في مكانها في تركيبها كلهم كيف كيف. عندنا هنا مثلا هذه كانت فيها علبة سرعة أوتوماتيك، شفتوا الفرق شنو هو؟ يجي طرف هنا طوله هكا، يجي فيه كونفرتسير هكا، هذا فولو موتور يسموه، باش يخدم عليه الدومارير، يخدم عليه الموتورينو، ويجي فيه كونفرتسير هناك العلبة هذيك اللي هي دور الزيت، تبرد الزيت، سموها كونفرتسير. هذه مثلا كان في علبه اوتوماتيك، هذه في علبه عادي، شفتوا العلبه العادي كيف تجي؟ يجي فيه فولو موتير كامل، ويركب هنا ديسكو بلاتو، يركب هنا ديسكو بلاتو كما هذا. هذا توم تاع سياره عاديه اللي هو يركب فيها ديسك وبلاتو وفولو موتير، يعني علبه سر اسمه فولو موتير واسطوانه وبلاتو، هذوما يجوا في المحرك العادي. نجموا نحو هذايا كله نرموه ونحطوا هذايا، نحطوا هنا مكانه هنا، ونركب المحرك نتاعنا، نركب العلبة السرعة نتاعنا على المحرك هذا اللي كان عادي. هذا نجم نحوه ونحطه هنا علبة السرعة، بعد ما نركبوا حاجة كما هيك اللي هي مكان الكفر السير. ونجموا نجيبوا العكس هذا، هذايا فيها علبة سرعة عادية، نجيبوا القطعية هذوما، كان جا في سيارة اوتوماتيك مثلا، كان جا في سيارة اوتوماتيك هذا المحرك هذايا، نجيبوا القطايع هذوما اللي هما في المحرك العادي ونحطوهم مكان محرك اوتوماتيك وركبوا علبة عادية. هذا الفرق، يعني ما فيهمش فرق بالنسبة للمحركات، المحركات كلها يعني في الكوب نتاعها في المحرك كلهم واحد، كل علبة اوتوماتيك، كل علبة العادية، كل العلبة هذا 4x4 هذيك 4x4 كلهم نفس الشيء، الركوب في المحرك هم نفس الشيء، ما فيش اختلاف. اختلاف الا في علبة السرعة ولا في مكان الدبرياج هذا ولا مكان الكونفرتسير، هاك الفرق هكا، هذا فرق ما بيناتهم. ان شاء الله تنفعكم حالكم هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.